ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبألف خير. النهاردة هنبتدي مع بعض Lecture 7، المحاضرة 7 في الماثيماتيك اوف فاينانس في الرياضة المالية. هنكمل مع بعض النهاردة ال Present Value وال Simple Discount، هنحل عليهم شوية أسئلة تفهمنا الدنيا أكتر. أول حاجة قبل ما ابتدي عندي ملاحظة، الملاحظة دي مبنية عليها شوية أسئلة هنحلها النهاردة. بيقول لي Notes: We can calculate the simple discount اللي هو ال XE if we know the bank discount اللي هو ال XO. اتعلمنا مع بعض المرة اللي فاتت ازاي نقرأ الرمز. بنقرأه ازاي؟ أول حاجة بنقرأ من اليمين للشمال، قلنا بنقرأ الحرف اللي تحت الرمز، تمام. ال E معناها ايه؟ معناها exact أو simple، وال X معناها ايه؟ discount، تمام. يبقى دي XE معناها ايه؟ simple discount. طب XO معناها ايه؟ bank discount او ordinary discount او commercial discount. commercial وبنك نفس المعنى، bank commercial، تمام. الاكس معناها discount. طيب ايه الملاحظة بتقول ايه؟ بتقول باختصار لو انا عندي الاكس ايه اقدر اجيب الاكس او. طب لو انا عندي الاكس او اقدر اجيب الاكس ايه، يعني لو عندي الاكس ايه موجودة اقدر اجيب منها الاكس او. طب لو عندي الاكس او موجودة اقدر اجيب منها الاكس ايه، المجهول واحد اقدر اجيب منه ايه التاني. القانون بقى بتاعها بيقول ايه؟ اكيد ليها قانون بنحل بيه. القانون ده ثابت ونحفظه، بيقول ان الاكس او الاكس اي بتساوي الاكس او على 1 زائد الاي في الان، تمام. هنا لو انا عاوز الاكس اي وهو مديني الاكس او، طب لو انا عاوز الاكس او بقى، الاكس او هيساوي الاكس اي في 1 زائد الاي في الان. يعني لو انا عندي الاكس اي اقدر اجيب هنا الاكس او، ما نتلخبطش. هنا قسمه والقانون ده ضرب. ازاي؟ عاوز الاكس اي بقول اكس او على 1 زائد الاي في الان. طب لو عايز الاكس او هيساوي الاكس اي في 1 زائد الاي في الان. احفظ قانون واحد واحكسه، تمام. يعني احفظ ده واحكس ده، او من غير حفظ خالص بالقانون ده اقدر اجيب الاكس او ازاي. مش ده نضرب زي وسطين في طرفين، تمام، عشان الاكس اي بيساوي اكس او على 1 زائد الاي في ان. اضرب وسطين في طرفين هيطلع معاك القانون ده من غير اي حفظ، تمام. بس ما نتلخبطش ما بين القسمه وما بين الضرب. ناخد كده بقى مثال نحل عليه. المثال عندي بيقول لي: if the bank discount of a debt is repayable at the end of 18 months and simple interest rate is 8% per annum and bank discount 1080, find XE والS والAE والAO. أول حاجة علشان أقدر أحل أي مسألة في الدنيا بعمل إيه؟ أول حاجة بكتب القوانين بتاعة الليكتشر أو بتاعة المحاضرة أو بتاعة الدرس المعين ده، بكتبه مثلا في صفحة وأحطها جنبي، تمام؟ وبعدين ببتدي أقرأ المسألة حتة حتة وأطلع منها المعطيات اللي موجودة في المسألة، الأرقام اللي عندي. عندي هنا 18 شهر، تمام، وعندي 8%، تمام، وعندي 1080. تعالوا نشوفها بقى. 18 مانثس اللي هي الايه؟ اللي هي ال N. طيب ال 8% اللي هي ايه؟ اللي هي ال I. 1080 اللي هي ايه؟ اللي هي البنك ديسكاونت. طب اجيب رمز البنك ديسكاونت ده ازاي اللي هو ايه؟ اول حاجة البنك رمزه O، طب الديسكاونت رمزها X، يبقى XO. ال XO اللي عندي بكام؟ ب 1080. عاوز بقى ايه؟ عاوز اربع حاجات: ال XE وال S وال AE وال AO. طيب مش انا قلت من دقيقتين لو انا عندي البنك ديسكاونت اللي هو ال XE او ال XO اقدر اجيب التاني؟ هنا انا عندي ال XA ال XO، يبقى اقدر اجيب منه ال XE، تمام. طب اجيب ال XE، القانون اللي احنا لسه واخدينه، ال XE بيساوي XO على 1 زائد اي في ان، تمام. انا هنا عندي ال XO 1080 على 1 زائد الاي ب 8% في ال ان 18. نسيبها 18 كده ونسكت، قال لنا لا نقسمها على 12. ليه؟ لان هنا قال لي 8% بير انم للسنه او بير انيوال بير يير، يبقى لازم احول الشهور دي لسنين علشان امشي المساله بالظبط. فهنا عندي الاكس اي هتطلع بكام؟ 964.29%، تمام. اجيب القانون التاني او اجيب المطلوب التاني الاس. مش انا عندي القانون اللي احنا خدناه في الفيديو اللي فات او المحاضره اللي فاتت كان بيقول ان الاكس او بيساوي الاس في الاي في الان، تمام. طب انا عندي الاكس او وعندي الاي وعندي الان، هقدر اجيب الاس بسهوله. الاكس او ب 1080 اللي هو عندي هو في المساله بيساوي الاس في الاي 8% في الان 18 على 12 تديني الاس. الاس هتطلع بكام؟
لو انا حسبناها بالآلة هتطلع ب 9000. اقول لكم طريقة كويسة تذاكروا بيها الفيديو، انا بقرا المسألة انت ما لحقتش تقراها معايا، تمام؟ وقف الفيديو وبعدين حاول تطلع انت المعطيات بنفسك وحاطط القوانين قدامك وحاول تحل حل، وبعدين ابتدي شغل الفيديو تاني وشوف الحل، صحح لنفسك وانت معايا. طيب تالت حاجة عاوزين الـ AE نجيبها ازاي؟ برضو قانون خدناه المرة اللي فاتت، قلنا ان الـ AE بيساوي S على 1 زائد الـ I في الـ N، تمام؟ انا عندي الـ S اهو لسه مطلعينها ب 9000 على 1 زائد الـ I 8% في الـ N 18 شهر، اللي هي 18 على 12 تطلع لي كام؟ 8535.7. اخر حاجة عاوز الـ AO، الـ AO كان قانونه برضو المرة اللي فاتت الـ S ناقص الـ XO، لو لاحظين زي ما قلت برضو المرة اللي فاتت ان هنا O يبقى نمشي القانون كله O، تمام؟ لو E نمشي القانون E، الـ AO هيساوي الـ S اللي طلعناه اللي هي 9000 ناقص الـ XO اللي هي بكام؟ 1080 موجودة عندي اهو في المسألة اللي هي البنك ديسكاونت، هيديني كام؟ 7920. طيب انا عاوز اشوف المسائل اللي انا او الارقام اللي انا طلعتها دي هباء كده ولا صح، بعمل ايه؟ شفتوا الملاحظه اللي انا قلتها المره اللي فاتت؟ لو مش فاكرينها عيدوا الفيديو اللي فات، تمام؟ الملاحظه كانت بتقول ايه؟ تعالوا نبص كده على الاكس اي، الاكس اي عندي طلعته اهو 964 و29 من 100. طب الاكس او كام؟ عندي في المساله ب 1080. طيب الاكس او لو اكبر من الاكس اي يبقى انا مسالتي صح، لان انا قلت الكوميرشال ديسكاونت او البنك ديسكاونت اكبر من السيمبل ديسكاونت، تمام؟ طب في البريزنت فاليو بقى العكس، الكوميرشال بريزنت فاليو هتبقى اصغر اهو، الاي او كام؟ 7929. طب الاي اي كام؟ 8035. طب هنا الاي اي اللي هي السيمبل اكبر، معنى كده ان ايه؟ مسالتي صح، في السيمبل بريزنت فاليو بتبقى اعلى من الكوميرشال او البنك بريزنت فاليو. طب في الديسكاونت العكس، البنك ديسكاونت بيبقى اعلى من السيمبل ديسكاونت. ناخد مسألة تانية بتقول A maturity value of a debt is 60,000 in 6 months with a bank present value equal كام؟ 56,400. اطلع المعطى بتاع المسألة، بيقول لي الماتيوريتي فاليو ب 60,000، ايه هو الماتيوريتي فاليو التاريخ الاستحقاق بالمجلى بالرمز اس؟ عندي الاس ب 60,000 والان 6 شهور. طب البنك بريزنت فاليو الرمز بتاعها ايه؟ بنك يعني او. طب بريزنت فاليو يعني ايه؟ يبقى الاي او ب 56,400 كده، تمام. تعال نشوف بقى طالب ايه، طالب او عاوز الاكس او والاي والاي اي والاكس اي، تمام؟ اجيب الاكس او ازاي؟ قانونه القانون اللي بيربط ما بين المعطيات والمطالب، القانون ده الاكس او هيساوي الاس ناقص او ماينس الاي او، تمام؟ بص القانون هو ماشي او، يبقى كله او، ما ينفعش احط هنا اكس او واقول هنا مثلا اي اي مثلا، تمام؟ طيب الاس ب 60,000 اللي هو الماتيوريتي فاليو اللي طلعناه او قصدي سوري اللي موجود في المساله 60,000 ناقص الـ AO اللي هي الـ A البنك بريزنت فاليو اللي هو 56,400 تديني 3600، ده اللي هو ايه؟ الـ XO. يبقى الـ XO عندي S في I في N، قانون تاني علشان اجيب ايه هنا؟ عاوز اجيب الـ I، اجيبه ازاي؟ عندي قانون المرة اللي فاتت كان بيقول الـ XO بيساوي S في I في N، عندي الـ XO لسه مطلعاه 3600 بيساوي الـ S اللي هو 60,000. في الاي بس هنا انا قسمت على 100، ليه قسمت على 100؟ عشان تطلع لي القيمه بتاعتي دايركت على طول، بدل ما يطلع لي الناتج اضربه في 100 لان هو المفروض يبقى نسبه، تمام؟ في الان اللي هي 6 على 12 تديني الاي اللي هي كام؟ 12%. طيب عاوز تالت حاجه اللي هي الاي اي، القانون بتاع الاي اي كان بيقول ايه؟ ال S على 1 زائد ال I في ال N، ال S ب 60,000 على 1 زائد ال I اللي هو عندي هو لسه مطلعه ب 12% في ال N، ال N بكام؟ 6 على 12، 6 شهور، أنا قسمتها على 12 لأن قلنا بالشهور وأنا عاوز أحولها للسنين، تديني كام؟
56,683.8. اخر حاجة عاوز اجيب الاكس اي. القانون بتاع الاكس اي كان بيقول ايه؟ ان الاكس اي بيساوي الاس ماينس الاي اي. اهو القانون مشي اي وهنا مشي اي، فوق او يبقى اي او، اكس اي يبقى هنا ايه؟ اي. الاس ب60,000 ماينس الاي اي اللي احنا لسه هم طلعينها 56,683.8، تديني كام؟ 3,396.2. بعدين ناخد حاجة تانية بتقولي calculate present value and discount for several unequal amounts. يعني ايه؟ فاكرين لما احنا كنا بنقول قبل كده ان احنا مثلا في واحد حط او واحد سحب، لو قلت حط يعني او يعني اودع وديع في البنك، او سحب هي هي، تمام؟ حط مثلا 6,000 لمدة شهرين، وبعدين حط مثلا 10,000 لمدة نص سنة، وبعدين مثلا 100,000 لمدة سنتين، كذا قيمة بكذا ايه؟ فترة، تمام؟ فدي هي بنحلها برضو هنا، بس هنا الرموز بتختلف، هنستخدم الديسكاونت فيها، تمام؟ طيب بيقول لي a person is debted to the following amounts: 6,000 payments after 8 months, 10,000 payments after 10 months, و15,000 payment after 15 months. وعندي هنا ال I بكام؟ 7%، 7%. طيب تعالوا كده نشوف المسألة. ال 6,000 بيقول لي هتدفع بعد 8 شهور، معنى كده ان ال 6,000 دي عبارة عن ايه؟ دي هل ال present value ولا هي ال maturity value؟ ال 6,000 دي ال maturity. ليه ال maturity؟ لأن قال لي هتدفع بعد 8 شهور، تمام؟ يعني هي القيمة اللي بعدين، ال 6,000 هدفعها بعد 8 شهور مش دلوقتي، مش انا دلوقتي سحبت كام، تمام؟ معنى كده ان ال 6,000 دي يعتبر maturity، يبقى هنا بديهيا كده هيكون عاوز مني ايه؟ ال present value. نقرا كده، بيقول لي calculate what he should pay now to repay their debts، عشان يرجع الديون اللي عليه. المفروض ان هو ناو يبقى present value على طول، تمام؟ ال 10,000 برضه وال 15,000 هكذا زي 6,000، المفروض هيدفعها بعد 10 شهور، يعني ال maturity value اللي هي 6,000 وال 10,000 وال 15,000، تمام؟ المسألة دي أقدر أحلها بثلاث طرق. إزاي؟ We can solve this example using three methods. First method، أول طريقة، عاوز أجيب أنا إيه؟ ال present value. طيب هل السيمبل ولا اللي هو الكوميرشال أو البنك؟ طالما ما حددليش، قلنا طالما ما حددليش في المسألة فأنا أجيب بالبنك، تمام؟ طيب البنك present value اللي هي ال AO، عندي القانون بتاعها بيساوي إيه؟ ال S في واحد ماينس ال I في ال N، تمام؟ طيب أنا عندي ال S بتاع كل قيمة فيهم، تمام؟ أعمل إيه؟ أجيب ال AO ال present value، البنك present value بتاع المبلغ الأولاني، والبنك present value بتاع التاني، والبنك present value بتاع التالت، وأروح جامعهم. يبقى أنا كده جبت إيه؟ جبت البنك present value للتلاتة، أو القيمة الحالية للتلاتة اللي هو طالبها في المسألة، تمام؟ أجيب بقى بتاع واحد 6,000 لمدة كام؟ 8 شهور. ال I 7% دي ثابتة. بعدين ال AO 12,000 في واحد ناقص 7% في 8 10 على 12. طيب ال AO 3 هتطلع 15,000 في واحد ماينس 7% في 15 على 12، هتديني الرقم ده. يبقى سيجما AO بقى، سيجما اللي هو مجموع التلاتة دول، تعالوا نجمع الرقم الأولاني اللي طلع مع التاني مع التالت، هدينا كام؟ 30,707.5. دي أول طريقة. طب إيه الطريقة التانية؟ second method، بيقول لي إن أنا أقدر أجيب الديسكاونت بتاع كل فترة فيهم، وأروح طرحها من كل الأماونت بتاع كل واحد فيهم، هتديني ال present value برضو. إزاي؟ مش أنا عندي قانون كان بيقول إن ال AO هتساوي سيجما S ماينس سيجما XO، تمام؟ طب أجيب سيجما اس عندي اللي هو كام؟ الستة والاتناشر والخمستاشر، اللي هو الاس اللي عندي ال maturity value مديولي في المسألة. طب السيجما اكس او اجيبها ازاي؟ تعالوا نجيبها. هنجيب الاكس او الاولاني والتاني والتالت، اللي هو المبلغ الاولاني والتاني والتالت. المبلغ الاولاني اول حاجة الاكس او عندي بيساوي الاس في الاي في الان، تمام؟ الاس ب6,000 اللي هو المبلغ الاولاني، في الاي 7% في الان 8 على 12، تديني 280، تمام. طب ال اكس او 2 12,000 المبلغ التاني، في 7% في 10 على 12، تديني 700. طب اكس او 3
15,000 في 7% في 15 على 12 تديني كام؟ 1312.5. يبقى اجيب بقى ال present value ازاي؟ سيجما اس اللي هو كام؟ سيجما اس مجموع الاس، مجموع الماتيوريتي فاليو اللي عندي اللي هو الستة والاتناشر والخمستاشر، نطرح منهم ايه بقى؟ المجموع بتاع الاكس او، سيجما الاكس او اللي هي كام؟ 280 والسبعمية والالف تلتمية واتناشر ونص، هتطلع لي كام؟ 30,707.5. تمام؟ القانون ده جه منين؟ احنا قلنا البريزنت فاليو اللي هي ساعتها كانت الالف ومية هتساوي السيجما اس اللي هي الالف ومتين ناقص الديسكاونت اللي عندي اللي هو المية. تمام؟ القانون او المسألة او الفكرة اللي احنا خدناها، المثال اللي وضحنا بيه المرة اللي فاتت، انا بوضح لك بيه القانون ده اللي هو ال AO هتساوي السيجما اكس الاس ناقص السيجما اكس او. طيب اخر طريقة، ثيرد ميثود، الطريقة التالتة، بتقول انا بقى ممكن استخدمها بقانون السيجما اللي احنا حلينا كنا بنحل بيه قبل كده، بس هنا فيها ديسكاونت، قلت لكم هنحلها النهارده باستخدام الديسكاونت. تمام؟ السيجما اكس او كانت بتقول ايه؟ كنا بنضرب الاي في المبلغ مع عدد الشهور بتاعه على بقى في الاخر، سواء كان شهور ولا سنين ولا ايام. ازاي؟ هنا السيجما اكس او هتديني الاي اللي هو 7% نضربها في كام؟ اول مبلغ 6000 في كام؟ 18 شهر، نكتب 8 بس ما نكتبش 8 على 12 ليه؟ لان هما اصلا كلهم بالشهور، هنقسم في الاخر على 12 اللي هي كام؟ 6000 في 8 زائد 12000 في 10 زائد 15000 في 15 على ال 12 لانها بايه؟ بالشهور، واحنا عاوزين نحولها للسنين لانها 7% دي بير انم في السنة، هتديني كام؟ 2292.5. طيب يبقى السيجما اي او، السيجما بقى ايه؟ بنك بريزنت فاليو، تديني السيجما اس ماينس السيجما اكس او. طيب دي هي الخطوه اللي فاتت، بس احنا اختصرنا سيجما اكس او، بدل ما نجيب الاكس او للاولاني والاكس او للتاني والاكس او للتالت، لا احنا جبناهم الثلاثه مع بعض اللي هو القانون ايه؟ قانون السيجما ده. طيب هنقول ال 6000 وال 12000 وال 15000 اهو، بص الخطوه اللي انا بحلها دلوقتي اهو زي الخطوه دي اخر خطوه، عشان هو نفس القانون، بس انا جبت الخطوه دي اختصرتها في خطوه واحده، بدل الاربع سطور دول انا جبتها في سطر واحد اللي هو السيجما اكس او. يبقى السيجما اي او هتساوي السيجما اس ماينس السيجما اكس او، سيجما اس اللي هي 6000 وال 12000 وال 15000 ماينس السيجما اكس او اللي طلعت عندي، تديني الناتج برضو 30,707.5 أو 5/10. عندي هنا نفس المثال برضو، بس هنا عندي بيديني ال N عندي بالشهور، والشهور كمان أنا أحسبها اللي هو الأيام. تمام؟ يعني من شهر لشهر، فأنا أحسب الأيام اللي في النص. بيقول لي عشان هنا من 20/5 ل 23/12، بيقول لي find the amount paid to، كام 20/5/2021؟ يعني ال present value أول حاجة ال 20/5/2021 التاريخ ده أول تاريخ في التواريخ اللي عندي، معنى كده إن هو عاوز ال present value، معنى كده إن ال 5000 وال 6000 وال 7000 دول ال maturity value. تمام؟ طيب أول حاجة لازم أطلع ال N بتاع كل واحد فيهم عشان أقدر أحل المسألة. تمام؟ طب ال N الأولى أطلعها إزاي؟ من 20/5 ل 23/12 بحسب إزاي؟ أول حاجة شهر 5، شهر 5 بقى فيه كام يوم؟ 11 يوم. تمام؟ شهر 6 30 يوم، 7 31 يوم، 8 31 يوم، 9 30 يوم، 10 31 يوم، 11 30 يوم، 12 كام؟ 23، لأن بيقول لي لحد 23/12. يبقى ال N عندي اهو ب 217، ده لأول مبلغ عندي، أول أماونت عندي. طب التاني من 20/5 ل 15/10. تمام؟ 20/5 باقي شهر 5 كام؟ 11 يوم، 6 30 يوم، 7 31 يوم، 8 31 يوم، 9 30 يوم، 10 كام؟ 15 يوم، يبقى 184 يوم. تمام؟ طيب تالت حاجة، من 20/5 لكام؟ ل 13/9. تمام؟ 5 باقي فيه كام يوم؟ 11. طيب 6 30، 7 31، 8 31 يوم، 9 كام؟ اهو 13 يوم. يبقى تالت فترة اللي هي 16 يوم،
طيب كده بقى اقدر اجيب الاكس او عادل، سيجما اكس او قلنا بنضرب النسبة اللي هي 9%، اهو مديني ال 9% اهو، 9% في نضرب ايه الاماونت اللي عندي في الفترة اللي عندي، بس في الاخر هنقول على 360. ليه؟ لان انا شغال هنا كوميرشال، تمام، وايام ما قسمتش على 12 زي المرة اللي فاتت لانها كانت بالشهور، لكن هنا بالايام فاقسم على 360. يبقى 5000 في 217، طب ال 6000 تاني نسبة 184 زائد ال 7000 في كام؟ 116. تطلع معايا على 360، طبعا تطلع معايا 750 و25 من 100. تطبق بقى القانون بتاع السيجما اي او، هتساوي سيجما اس ماينس سيجما اكس، ولسه حاليا بيها اهو المثال اللي فاتت. سيجما اي او سيجما اس قصدي اللي هي ال 5000 و6000 و7000 ماينس السيجما اكس او اللي احنا طلعناها 750 25%، يطلع لي السيجما اي او كام؟ 17249 و75 من 100. شكرا جدا، اتمنى تكونوا استفدتوا، اشوفكم في الفيديو الجاي.